بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أبناء الكنيسة المحبوبين، الكهنة والشمامسة والشعب في إبرشية هولندا القبطية الأرثوذكسية، تهنئة ليكم في مناسبة ميلاد ربنا يسوع المسيح. جعله الرب سبب بركة وبنيان وحياة وخلاص، وليعيد الله علينا في هذه المناسبة وأنتم جميعا في ملء النعمة والبركة. موضوع تأملنا في هذا المساء حوالين ميلاد الخلاص. لما المسيح اتولد في بيت لحم، الملاك بشر الرعاة وقال لهم ولد لكم اليوم مخلص. فميلاد المسيح هو ميلاد المخلص، بل هو ميلاد الخلاص. فلا خلاص بدون الفداء، والفداء مش هيتم إلا عن طريق التجسد، والتجسد تم عن طريق ميلاد ربنا يسوع المسيح. ربما واحد يقول إن في العهد القديم ظهر الله في أشكال حسية، مرة في صورة إنسان، مرة تانية في صورة ملاك، تالتة في صورة نار، وهكذا كان يمكن أن يكون هناك تجسد دون أن يكون هناك ميلاد. ولكن نحن نجيب على هذا التساؤل ونقول إن الإبن الكلمة لم يتجسد فقط، ولكنه أيضا تأنس، يعني ظهر في الهيئة كإنسان. فالتأنس هو اتحاد الطبيعة الإلهية اللي هو اللاهوت بالطبيعة الإنسانية اللي هي الناسوت بكل مكوناتها، الجسد والنفس والروح الإنسانية، دون أن تتلوث بفساد الخطية. وإحنا في القداس الإلهي بنصلي ونقول تجسد وتأنس. فكيف يتأنس الرب ما كانش يتولد من نفس طبيعتنا وياخد جسم بشريتنا؟ وده اللي أخده من القديسة العذراء. أن الأقنوم الإبن الكلمة الحكمة الإلهية حل في أحشاء السيدة العذراء القديسة مريم واتخذ له منها جسدا. روح الله قدسها وطهرها وجعل المادة اللي هتأتي من أحشاء مريم للجنين اللي في بطنها مادة مقدسة لا تحمل فساد الخطية. فخرج الإبن الكلمة المسيح المنتظر الإله المتجسد الكلمة المتأنس، خرج منها إلها ظاهرا في الجسد، وذلك عشان يمنح التقوى للإنسان. وعشان كده الآية تقول إيه؟ عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. وهنا حاجة جميلة أنه ربط ما بين التقوى البشرية وما بين ظهور الله في الجسد كإنسان. فالتجسد الإلهي هو اللي مكن إلهنا المحب من أنه هو أولا يظهر بنا. فكذا يقول الإنجيل، يعبر عن هذا المعنى، يقول ورأينا مجده، ويقول شهدناه ولمسته أيدينا. وأيضا مكن إلهنا المحب أن هو ينزل إلى ضعفنا ويعلمنا كمعلم، ينزل لمستوى التلاميذ. التلاميذ مش قادرين يرتفعوا لمستوى المعلم، المعلم تنازل إلى مستواهم الأرضي الحسي. ومكن إلهنا المحب أن هو يصعد على الصليب ويفدينا بدمه، ويقدم ناسوته، طبعا الكم متحد باللاهوت، للموت عوضا عنا، ويقيمنا من الموت موت الخطية. وأيضا مكن إلهنا المحب أن هو يعطينا نعمة أن نكون شركاء في الطبيعة الإلهية، بمعنى أن الإله يسكن فينا ونحن نسكن في عرش نعمته، ويدخلنا إلى عمق الأبدية والخلود. ودي نعبر عنها في التسبيحة ونقول أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. يعني خد جسم بشريتنا لكن أعطانا أن نكون شركاء في الطبيعة الإلهية. هنا نسأل سؤال مهم جدا في الموضوع اللي لدي، هو عن كيف يتم الخلاص، أو إيه هو مفهوم الخلاص في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية. ونقول أن الخلاص في كنيستنا هو عملية بتستمر طول العمر. الأول بتبتدي في المعمودية، وبعدين بنكملها بالتوبة، وتستمر بالتوبة، وبعدين تختتم بتغيير الجسد إلى جسد روحاني سماوي.
عشان كده ما حدش يجي في النص السكة ويقول أنا خلصت. دي فكرة إحنا ما بنوافقش عليها، وحتة الخلاص في لحظة واحد خلاص في لحظة كده دي برضو ما بنقبلهاش، ليس لمجرد الجدل العقيدي ولكن يعني فهما لأبعاد عملية الخلاص، المفهوم اللاهوتي الدقيق لعملية الخلاص. والكتاب المقدس استعمل تعبير الخلاص في الأركان الأساسية التلاتة اللي اتكلمنا عليها، اللي هي المعمودية وبعدين التوبة وبعدين تغيير الجسد لجسد ممجد. ففي المعمودية مثلا السيد المسيح قال بوضوح من آمن واعتمد خلص، ومعلمنا بولس الرسول قال دفننا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة، يعني الحياة الجديدة يعني. فهنا المعمودية موت، الإنسان اللي بينزل في المية كأنه بيموت ولكنه بيطلع من المية يعني كأنه بيقوم، فالتخطيص ده بيمثل الدفن. فالدفن في المعمودية كأن احنا متنا وقمنا مع المسيح. وقال أيضا معلمنا بولس الرسول في رسالة غلاطية كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. ودي جميلة الآية دي لأنها وصفت المعمودية أن هي البابتيزم، بابتيزم يعني صبغة، تصبغ المسيح لما بنتعمد بيصبغنا بصبغة جديدة. فالإنسان اللي يتعمد بيصطبغ كله فكرا ووجدانا وروحا وسلوكا، حياته كلها بتتغير. دي الخطوة الأولانية. الخطوة الثانية التوبة، لأن المعمودية احنا بنطلع من المعمودية بثوب أبيض نظيف نقي، لكن لو ثوب المعمودية ده اتدنس فيقول لنا القديس يوحنا الدرجي، يقول لنا دموع التوبة هي جرن ثاني للمعمودية، فالتوبة معمودية ثانية. ودي شفناها في قصص التوبة، مثلا زي توبة زكا العشار لما المسيح قال له اليوم حصل خلاص لهذا البيت، واخدين بالكم؟ وأيضا توبة القديس أغسطينوس لما الجزء اللي أراه، الفقرة اللي أراها في رسالة روميا، لما معلمنا بولس الرسول بيقول إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. فتأثر بهذا الآية وبكى بدموع، وكانت دي اللحظة الفارقة اللي رجع فيها وتاب. فالتوبة من ضرورات الخلاص، الجهاد الروحي للإنسان المؤمن التائب الشبعان بكلمة ربنا عشان يتمم خلاصه اللي ابتداه في المعمودية. المعمودية كانت عطية مجانية، والنهاردة بقت مسؤولية واعية بيتممها بالجهاد في التوبة، بيكمل توبته. الخطوة الثالثة بقى تغيير الجسد. طالما احنا في الجسد الخطية فده جسد كثيف، قابل بقى للسقوط وقابل للمرض وقابل للموت، قابل لكل حاجة. فلابد من خلع هذا الجسد الترابي ونلبس بقى الجسد النوراني السماوي الممجد اللي هو لا يمرض ولا يضعف ولا يسقط ولا إلى آخره يعني. أشواق كثيرة تحققت في ميلاد الخلاص. هذه الأشواق كانت بتتحرك في قلوب رجال الله في انتظار المسيح المولود المخلص، المسيح المخلص اللي هينقذنا من الخطية والجحيم ويدخلنا إلى فردوس النعيم. صرخ يعقوب أبو الأصباط قبل ميلاد المسيح مثلا ب 18 قرن، زمن طويل جدا، وصرخ وقال لخلاصك انتظرت يا رب. شوف ازاي. برضو أشعياء النبي قبل المسيح بحوالي 800 سنة صرخ أيضا أشعياء ليتك تشق السماوات وتنزل، صرخة. وأشعياء ده يسمى النبي الإنجيلي، صاحب الإنجيل الخامس، لأنه يعني ذكر حياة المسيح بتدقيق. وهكذا أيها الأحباء، هذا هو يسوع المخلص المولود. لما تولد المسيح
كتير قوي سعوا لرؤيها، المجوس جريوا راحوا شافوه، الرعاة أيضا ما ناموش إلا ما راحوا ونظروا الطفل المولود. وياريت يعني أيها الأحباء إحنا كمان نجري ونسرع للقاء هذا المخلص الآتي إلى العالم، يخلصنا من خطايانا وأثامنا، من الضيق ومن الألم، وساعتها بالظبط نرنم مع أشعياء النبي ونقول: وتستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص. وأيضا نرنم أيضا ترنيمة حلوة مع أشعياء النبي، يقول: هو ذا الله خلاصي فأطمئن ولا أرتعب، لأن يهوى قوتي وترنيمي وقد صار لي خلاصا. إيه قيمة عيد الميلاد؟ ما كانش عيد ميلادك أنت، ميلاد روحك المحبوبة، ميلاد الخلاص اللي ابتدى في المعمودية ويستمر بالتوبة ويختتم بخلع الجسد، ولم يعد عليك من مسؤولية سوى أنك أنت تقدم توبة عملية أمام الله. ودي أنسب فرصة أنك تجددها دلوقتي حالا في ليلة عيد الميلاد وأنت بتحتفل بالمولود الجديد، ميلاد الخلاص اللي ربنا أرسله إلى العالم. كل عام وانتم طيبين، ربنا يعيد هذا العيد بالخير والسلام علينا جميعا وعلى مصرنا الحبيبة وعلى كنيستنا وأبينا الطوباوي صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني. كل عام وانتم بخير، نتمنى لكم عيد سعيد.